هذا من الفاتيه وخابه كان من الاطراح اللي نطرحها بقوه في الميركاتو ديال الرجاء ويزون تيتي ميم فاليدي باغ لو ستاف تكنيك كيما قلت لك سي اون كيسيون دو كور دابارتونونس لي الرجاء كدير اللي عليها وكتمشي جوسكو بو وكتلبي جميع الطلبات ديال اللاعب ولا الوكيل ديالو وفي الاخر كيقول لك ما بغيتش مش غادي تدير ما تقدرش تبان شي حاجه وتقول لك تسمو ولا شي ما بغاش ما بغاش هذا ما نديرش دونك في هذا من الفاتير فضل فريق اخر مع ان حنا كنا سباقين وطلبنا الاعاره وخدينا الاعاره من طرف النادي الاماراتي وكانت علاقه طيبه مع نادي الامارات اللاعب فضل وجا الله يسهل عليه الله يكبر عليه ما عندناش مشكل ويف ديال السي خابه السي اخوان الله يخليكم شويه الصوت اخوان الله جات الله يجزيهم بخير السي سفيان السعيدي والسي سعد الله الابراهيمي كانوا كونتاكت بيرمانون مع الاخوان الاسفي اللي كانت واحد المبالغ تفوق المتخيل احنا شوف احنا الحاجه قدو عليها غنديروها حاجه ما قدوش عليها ما غنديروهاش احنا ماشي من الناس اللي غتشد السيلو بدا تلتزم مع شي انديه وفي الاخر تقول لك كيتلاقاو في ليتي فاش حنا عندنا مصداقيه وعندنا عمل وعندنا احترافيه درنا اوفر زدنا في الاوفر زدنا عاوتاني في الاوفر اللاعب الله يجازيه بخير بدا واحد الاستعداد ديالو كبير باش يجي للفرقه حنا دابا حنا مرحبا به على ما يبدو غينتهي العقد ديالو دابا 6 شهور حنا كنرحبوا به في النادي ان شاء الله غيجي مرحبا به حنا اللي بغينا ان شاء الله مرحبا به وغنوفدوا له جميع الظروف مرحبا به حنا ما عندناش مشكل ما يبقى مفتوح